بل كان عندنا مشكل واحد اللي هو معناها الثمن والسنين برشا مشاكل، من بينهم المشكل الأول هو الطقس اللي ما ساعدناش السنين، خاصة في أواخر سبتمبر جات الدنيا سخانة مما أثر على نسبيا على الجودة متاع التمور. النقطة الثانية، المشكلة الثانية هو الكورونا هذه واللي أثرت على العالم الكل. مشكلة قطاع التمور أساسا هو الترويج، هذه المشكلة منها موجودة منذ سنوات وقاعدة كل عام زي تتفاقم، سيما في السنة هذه باعتبار جاتنا جائحة كورونا كان عندها تأثير على الموسم الفارط وعلى الموسم الحالي، ولكن المشاكل هذه مش باش تنتهي، لأن زادة كيف قاعدين الموسم الجني باش يقترب من شهر رمضان، وكما نعرفوا أن الترويج أكثر من الفترة القصوى اللي يطلع فيها الترويج هو في شهر رمضان، فبالتالي باش مرحلة الترويج باش تبدا قصيرة، ولكن احنا ما وضعناش استراتيجية للقطاع هذا باعتبار القطاع الثاني على مستوى التصدير ويجيب عملة صعبة لخزينة الدولة وهو اللي يعدل الميزان التجاري. وقت اللي يلزم التمر يخرج للخارج صار الكونفينمون، وقت اللي صار الكونفينمون برشا معامل حبست على الخدمة، بقي التمر وقت اللي رجعوا بعد الكونفينمون ما نجموش يخرجوا تمرهم الكل، بقي التمر متواجد. هذه حاجة، والحاجة الثانية أن سنية زادة معناها عندنا جارتنا المغرب اللي هي المغرب معناها تأخذ في نسبة كبيرة من تمور تونس، صارت لها مشاكل كبيرة، عندها مشاكل وباقي التمر غادي، وعملوا المصدرين الموردين متاع التمور عملوا اجتماع وقرروا أنهم معناها باش يأخذوا التمور التونسية إلا في واحد جانفي. المشكل الثاني الثالث والأهم، والمشكل هو هذا قديم ومتجدد، هي مشكل المجمعين الكبار وضم المصدرين اللي هم حقيقة إلى حد الآن ما لقيناش العلاقة الحميمية ما بين الفلاح والمصدرين هذوما. كل عام ثم مشكل، وكل عام هم معناها يحبوا يزيدوا يستغنوا على حساب الفلاح. هو الغريب أن المصدرين على مستوى مركزي يحدد ثمن مرجعي 3700 ويحب يجي هنا المناطق الانتاج ياخذ بالفين. رانا هنا في قبلي فما معناها نسبة 8-9-10% تتصدر من قبلي والبقية تتصدر من الشمال. احنا بالنسبة لنا احنا ما نجموش ننافسوا معهم. احنا نجمو ناخذوا مثلا 1000، كل معمل ياخذ 1000-1200 طن ياخذهم، نجمو نقعدوا معاركين احنا. وقت اللي يجي السوم باش يطيح نخلوه يطيح ل 2500، ما نخلوش يطيح ل 2500، نحاولوا انا ندزوا مع الفلاح باش يبقى، لكن الى متى؟ احنا رانا عندنا كاباسيتي معين، ما نجموش، احنا رانا صغار، حذام هم اللي ياخذوا في التمر الكل. انا ندعوهم هم وندعو الناس كل وندعو الحكومه انهم هم زاد يتحملوا شويه عبء مع الفلاح. معناها مع الفلاح كي نقول لك يعاونوا ما يسالش، سنين الفلاح ما تعب يعاونوا شوي. أمام زوز أطراف، معناها كل حد عنده مصالح نتاعي إذا ثم حكم. اليوم نلاحظوا الحكم غايب مش موجود، اللي هو الدولة اللي هو هيكل اللي يمثل الدولة كما ذكرت لكم بكري، للأسف لأن منذ جي التمور لهم في السلطة ما همش في السلطة، باقي كان جي عندنا حد في السلطة رانا تعملنا ديوان، كان جي لنا في السلطة ولنا من كبار الفلاحين. غياب الدولة، غياب الجودة، دولة غايبة على الإرشاد، غايبة على الدعم، فما 1% من كل فاتورة يصدرها مصدر. أي فاتورة تخرج، معناها فاتورة إيش معناها؟ معناها كي نقولوا صدرنا معناها ب 100,000 فورو الرمورك هذية، وقت اللي يدفع عليه الأداءات فما 1% المجمع المهني المشترك للتمور اللي هو موجود في تونس اللي هو ياخذ الفلوس، وبعد يجي الفلاح يبيع له الناموسية، كعبة الناموسية بدينار اللي هي نورمالمون تدعم بك الفلوس هذيك، ويولي الناموسية تولي تتشرى بمبلغ بسيط. هالإنتاج هذايا الكل خارج إطار الدولة، هذه الكل راهي توسعات احداثات خاصه نقولوا هنا قام بها الفلاح وحده.
توا من 43 ألف هكتار كما يحكوا المهندسين، 43 ألف هكتار منتجه للتمور، راهو منهم 10 ألف هكتار بركة واحات نظامية تتكلم بها الدولة ومخاصرة على كراها ومخاصرة على المهندسين، راهو البقية الباقية الكل من مجهود الفلاح. مجهود الفلاح هو اللي غرس، هو اللي طلع البير، هو اللي سبق الدولة حتى في الري التكميلي والري قطر قطر، هو اللي سبق الدولة في إحداث إن الأبيار هذه معاش كهرباء بدي معناها محافظة على الطاقة وبدي طاقة نظيفة وبدي معناها طاقة شمسية، راهو سابق الدولة حتى في عملية المداوات حتى في عملية كذا، لكن يتطلب لحاقة. راهو دولة أنت كيف تقول أني معناها منقذني كان الزيتون والدقلة يا أخويا، ينقذك الفلاح كيف يجي عام صعيب. تو الهكتار معناها فيه 100 أصل متاع النخيل، معناها يتكلف على الفلاح 5000 دينار في العام، 5000 دينار ويجي سنين، أما إن الصابة شوي، أما الجودة معناها ماهيش كما توقعها الفلاح، إيش باش يصور؟ يصور 6000 دينار، 5000 يعطاها مخاصيل ودينار باش تكفيه عام كامل؟ أراه الفلاح مش يبيع في التمر ب 15000، أراه الوسطاء والأسواق اللي هي مش مراقبة هي اللي قاعدة تسود بيع في الدقلة بسوم هذا، أراه الدقلة توه هني في مناطق الإنتاج إلى حد الآن ما فاتتش 3000 4000 فرنك في أحسن الحالات. 80% من ساكني قبلي كلهم فلاح، ما عندنا حتى نشاط، احنا عندنا شوية سياحة مزات في البداية، هاي ضربت من الثورة وبعد من الكورونا، وبالتالي العنصر الوحيد اللي يشتغل مش كان في قبلي وفي الواقع في تونس كاملة، شفنا بعد الكورونا لا الصناعة مزات تمشي ولا السياحة مزات تمشي، العنصر الوحيد اللي بقى يمشي هو القطاع الفلاحي، ولكن ما ثماش إرادة سياسية في البلاد من السياسيين أن الفلاحة هذه تاخذ الموقع بتاعها. نتائج متاع هالقطاع المهمش هذا الكل باش نشوفها خلال الأجيال القريبة، مش بعيد، مش مخطط السداسي ولا المخطط العاشر ولا كما تحكي الدولة، لا، هذه حوايج باش نلمسوها على القريب العاجل، على القريب العاجل باش نشهدوا حركة متاع نزوح وحركة متاع بيع لوصول النخيل ونمشوا خير نسكن نعيشوا في أشطوط. ليش يعني معناها فلاح علاش يعني متحمل السخان هذه نتاع 50 درجه في الصيف ويسقي ويبات يسقي ويبات يعاني وينحمل قوت صغاره باش يوصل المنتوج هذايا باش ننور سمعه تونس في العالم، كان ما عادش انتاج وما عادش معناها فايده، الواش باش نبقوا؟ الكلنا باش نبيعوا والكلنا باش نمشوا نعيشوا في شطوط.